شاب بسيط بيحلم انه يبقى حاجة من منطقة شعبية فيها ناس كتير محتاجة، زمان قبل ما نعرف التمييز والطبقية، زمان قبل تفريق الناس طبقات بعنصرية. مش هقارن ما بين زماننا والحال ايامه، دلوقتي قيمة الشخص بفلوسه مش باحترامه. سافر الولد بره البلد عشان يأمن مستقبله واتقى ربنا في شغله ورزقه من اوله، عدت سنتين واتجوز احلى بنت شافتها عنيه، من اول مرة شافها دعا ربنا تبقى ليه، وبدأوا بيت صغير طوبة طوبة واحدة واحدة، كانت هي سنده في برد الغربة والوحدة، وأوام ربنا رزقهم بأحلى بنت في البنات، والرزق زاد بعدها بثلاث إخوات ولاد، والبيت كبر ودفي والغريب نسي غربته، بقى في وطنه حضنهم وفي لقاهم فرحته. غلطته إنه نسي إن الفرحة مش بتدوم، المرض عرف طريقهم بقى بيزورهم كل يوم، الموت قرر يختار أكبر ولد من ولاده، ما بيتأخرش عمره بيجي في وقته وفي ميعاده، ويدوب قدر يفوق من الصدمة اللي كانوا فيها، والموت خطف الصغير في الزيارة اللي بعديها، والحرب قامت في الخليج سنة 90، راجعين بكفايانا نعيش متغربين. الغربة حال ما بينتهيش، بنتولد وفيها نعيش، ما بين غريب جوا بلادي وبلاد كتير ما تخصني. بداية جديدة في مدينة محدش فيها ساكن، سموها نصر، صحرا واسعة وشوية مساكن، حاول وعافر دور بس الفرصة مش متاحة، ماليش مكان في بلدي قالها لنفسه بصراحة، اتغرب تاني وساب حبيبته والأولاد، في كل سبت كانت مكالمة طويلة في الميعاد، يطمنهم عليه ويحكي ازاي بيوحشوه، ويرد عليه ولاده يقولوا نفسهم يشوفوه. الغربة مش اختيار لما يكون مفيش حلول، عمر الفراق ما بيقصر دايما بيزيد يطول، وبنفتكر الهدايا راح تعوض الحبايب، مين قال الهدايا تحل محل اللي غايب، مرة جواب في صورة مرة رشيد في قصة، كل ده مش كفاية أصلك وحشهم لسه، والعمر بيجري طاير زي جري حبيبه ابنه، ورا تاكسي رايح على المطار زي التاكسي اللي قبله، كان كل مرة يبكي لما ابوي يروح يسافر وينام في حضنه لما يرجع. أيوة أنا لسه فاكر، أنا فاكر كل كلمة كل تفصيلة وثانية، أصلي دي حكاية أبويا مش أي حكاية تانية تشبه في الحكاوي، ياما ناس كتير متغربين اللي سافروا من شهور واللي هاجروا من سنين، والقصة مش بتخلص خلاص، أصل الغربة في دمنا، جيل بيسلم جيل وأكيد حنسلم اللي بعدنا. الغربة حال ما بينتهيش، بنتولد وفيها نعيش، ما بين غريب جوا بلادي وبلاد كتير ما تخصنيش. قبلنا ومننا ياما حلموا ناس كتير، حلموا بأرض خضرة واسعة وخير في الكون مالوش مثيل، ولما صحيوا من منامهم لقيوا كل الأرض بور، فتحوا عينيهم في ضلمة، ضلمة العقول اللي في الصخور يكسر، واللي منهم قال يقصر اللي قصر أم مسافر، واللي حاول بعضه حصل في النهاية. دي رسالة كلها تقدير لوالدي، عاش حياته بيفني عمره عشان أقول عندي وعندي.